أهلا بيكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق. مرحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات مادة التخطيط للصف الثاني. طبعا بدأنا حلقات الترم الثاني، الحلقة السابقة كانت أولى حلقتنا، نوهنا ودينا فكرة مبدئية كده عن كشف حصر التكاليف، وقلنا ده الضيف الجديد اللي هينورنا في الترم الثاني واللي هيكون موجود معانا ومتواصل معانا في الصف الثالث ان شاء الله، وهو جزء اساسي من اجزاء المعيسة، لان بعد كده ان شاء الله طول العام الدراسي السنه دي في الترم الثاني وفي سنه ثالثه هيجي لك المعيسة، هتحلها الاول مسطحات وبعد كده هتحلها تسميني، او هتوجد التكاليف بتاعتها او هتقدر تحصر التكاليف. ولكن بدل ما انا هقعد اقول هشتري خامات بكذا وبعدين كذا وبعدين كذا، لا، انا عندي جدول، الجدول ده جدول مختص بكل ما يخص التكاليف، بان هو بيخلي لي كل التكلفة في جدول واحد، وابتدي في الاخر اطلع الناتج النهائي لهذا الجدول، وابتدي اقدر اقول للعميل اللي طالب مني عملية الدهان ان الدهان هيكلفك كذا والمتر الواحد هيكلفك كذا. طبعا لو تفتكروا الحلقة السابقة احنا عملنا ايه؟ الجزء الاول من المقايسة، حلينا المقايسة مسطحات او اوجدنا مساحة المقايسة. الشق الثاني بقى هنوجد النهاردة التكلفة، يعني اليوم النهاردة بتاعنا نركز جدا، الحلقة دي مهمة جدا لان الاساسيات اللي هنقولها النهاردة هي اللي هنحل بيها مش بس طول الترم ده وطول السنة الجاية كمان ان شاء الله. يعني النهاردة احنا بنشرح اساسيات كشف التكاليف، أساسيات كشف حصر التكاليف، إزاي بنحل كل خطوة فيه، إزاي بنرسمه، إزاي بنقدر نوصل للناتج النهائي من أول خطوة لآخر خطوة. وخلونا نمشي مع بعض بالترتيب، نفتكر الأول المقايسة بتاعتنا اللي إحنا حليناها المرة اللي فاتت، لأن أنا مش هقدر أشتغل إلا بمعطيات المقايسة. نفتكر مع بعض قال لي إيه؟ قال لي المقايسة رقم واحد بتاعتنا، إداني رسمة المقايسة، قال لي ان مدخل معرض من الجدران، الرسم بيديني المسقط الرأسي، الابعاد بالمتر الطولي، اداني رسمة المقايسة اللي حليناها في الحلقة السابقة، وقال لي مطلوب ان انا ادهنها بدهان الكوارتز. يبقى طالما قال لي كوارتز يبقى هيديني خطوات دهان الكوارتز. من الجهتين دي تخصني فين؟ في المسطحات، غير مطلوب السمك ده يخصني في المسطحات، لكن نوع الدهان يخصني في الكشف التسميني او كشف التكاليف. مطلوب مني عمل كشف التكاليف، سوري، كشف حصر الكميات، وبعد كده كشف حصر التكاليف. التكاليف التسمينية أو بيسموه كشف التسميني لدهان عدة وحدات لمساحة قدرها 300 متر. يا ميس ده احنا طلعنا ناتج المسطحات في الحلقة السابقة 44 متر، أنا قلت لك مساحة إيه؟ بص كلمة إيه؟ مفترضة، يعني دي مساحة افتراضية. ليه؟ هو غالبا بيختار لك في الجدول التسميني مساحة سهلة عشان تطلع معاك نواتج تكون بسيطة، خصوصا واحنا لسه بنتعلم. اسعار الخامات، بلاستيك 30 جنيه، الكوارتز 20، البولش 15، والمية تحمل عملية. يعني ايه؟ مش بحطها في الكشف التسميني لاني مش بشتريها في الفلوس، بالفلوس بحطها ضمن النسريات، بحطها ضمن ايه؟ النسريات. نسبة الضميمة الأرباح والنسريات كام؟ 30%. دي بتشمل نسبة الخامات المهدرة واستهلاك العدة. يعني ايه استهلاك عدة؟ يعني أنا مثلا شاري فرش تمنها 500 جنيه، الفرش دي هشتغل بيها مثلا 50 مرة، يبقى أنا بعتبر إن أنا كل مرة استهلكت ايه؟ استهلكت جزء من تمن الفرشة، فبالتالي أنا محتاج كل مرة كل فترة بشتري عدة، فبضيف نسبة من نسبة الربح دي لاستهلاك العدة، غير المصاريف الإدارية، عملت ورق، رحت جبت فواتير وهكذا. طبعا كل حاجة المفروض بتتعمل بالفواتير الإلكترونية علشان تبقى إيه؟ مثبتة، وأبقى عارف تكاليفي بالظبط اللي هديها للعميل. أجر فريق العمل في اليوم الواحد 300 جنيه، يبقى العمال بياخدوا مني يوميا 300 جنيه كل العمال سواء كان واحد أو أكتر. الأعمال الأخرى قلنا إجمالي 600 جنيه تركيب لافتة. بعد كده عندي جدول للمعدلات موضح لي فيه خطوات الدهان، الوحدة لكل خطوة، النسب اللازمة لتكوين كل خطوة، ومتوسط فرد الكيلو، ومعدل إنتاج فريق العمل. كل الحاجات دي اتعرفنا عليها في الحلقة السابقة،
وكمان حلينا كشف المساحات لو تفتكروا. نسترجع مع بعض في السريع كده، احنا عملنا ايه؟ جبنا قوانين المسطحات اللي احنا حافظينها طبعا كويس جدا، وبدأنا نقسم الشكل. جبنا الأول مساحة الشكل الخارجي مستطيل في الإضافات، بعد كده بدأنا في التنزيلات، نزلنا مساحة السداسي 4 2 في الوش و2 في الظهر، بعد كده نص دايرة جيم، نص ونص يبقى واحد برضو في التنزيلات، طه نق تربيع. بعد كده جبنا المستطيل، جبنا الدايرة الصغيرة دال برضو ربعين في الوش وربعين في الظهر يبقى واحدة كاملة برضو في التنزيلات، طه نق تربيع. بعد كده عندي المستطيل هي كبير عبارة عن طول في العرض برضو من الوش والظهر 2، المستطيل الصغير واو في منه 2 في 2 في الوش و2 في الظهر يديني 4 برضو الناتج في التنزيلات. بجمع الإضافات، بجمع التنزيلات، بطرح التنزيلات من الإضافات بيديني الكمية، صافي الكمية، بشيل أي كسر أقل من المتر الصحيح وبحوله لمتر صحيح. شلنا 97 سنتي وخليناهم متر، بقوا 44 متر. كده انتهينا من كشف المسطحات. ننتقل بقى لبطل الترم الثاني، كشف حصر التكاليف أو الكشف التسميني. طبعا ده شكل الكشف، هو يبدو ان هو كتير شوية، ولكن احنا عايزين نتعود على رسمه لانك هترسمه كتير، وهو زي ما قلنا رفيق ليك خلال السنة دي والسنة الجاية ان شاء الله. فانا عايزة بس عندي هنا بقى شوية ملحوظات مهمة في عملية رسم الجدول. يعني احنا يا ميس هنعرف نرسم كل ده؟ هترسموه ببساطة. هل كل البيانات اللي مكتوبة عليه دي انت المفروض تكون حافظها؟ ايوة لازم تكون حافظها. تاني، الجدول الموجود عندنا على الشاشة كل مرة هيطلب منك جدول تسميني هيكون مطلوب منك ترسمه بإيديك زي ما انت شايفه قدامك كده. الرسمة دي هتتحفظ بكل محتوياتها، مسلسل خطوات دهان، وحدة كمية، خامات الدهان مقسومة 2، الأجور مقسومة عدد أيام وأجر يومي، الجملة مقسومة قرش وجنيه، والملاحظات بعد كده جملة خامات كل صنف، التقريب، تمن الوحدة، تمن الكمية، الأعمال الأخرى، دول ثابتين في كل جدول. جنب تمن الكمية جملة ثمن الخامات، جنب الأعمال الأخرى جملة الأعمال الأخرى، في نهاية الأجور جملة الأجور، بعد كده خارج الجدول أو نواتج الجدول الأربعة اللي تحت اللي أنت شايفهم دول، دول برضو ثابتين، اللي هو إيه؟ جملة تكاليف المقايسة، أجور وخامات وأعمال أخرى، بضيف عليها نسبة الربح، بعد كده بجمع نسبة الربح مع الجملة، بعد كده بطلع القيمة الإجمالية لما بقرب لجنيه صحيح، وبعد كده في آخر المقايسة خالص بشوف الناتج النهائي، مثلا 600 جنيه على 300 متر يبقى المتر متكلف 2 جنيه اللي هي تكلفة المتر الواحد. طيب خلونا بقى نشوف مع بعض ازاي هنرسم. انا عايزة بس قبل ما نرسم الجدول اتمنى، وده طلب لاخواتي وزملائي معلمي الزخرفة النظري في مادة التخطيط، اتمنى ان احنا ندرب الطلبة على استخدام كراسات مشابهة لكراسات الإجابة اللي بنجاوب فيها آخر السنة، لأن احنا بلاقي ان الطالب اللي متعود يشتغل في كراسة التفصيل بيبقى عنده مشكلة شوية، اللي هي المربعات النص سنتي، بيبقى عنده مشكلة شوية لما بيجي يحل الامتحان في رسم الكشف التسميني في كراسة المسطرة اللي هي كراسة الإجابة بتاعة الامتحان الترم العادية جدا دي. فأنا بفضل طبعا، وده رأيي طبعا شخصي، كل واحد حابب طبعا يشتغل بالطريقة اللي تريحه، في ناس بتشتغل في كراسات تفصيل، في ناس بتشتغل في كشاكيل عادية، أنا بفضل إن أنا أشتغل في كشكول مسطر يكون A4 الحجم الكبير، ويكون يعني بالظبط كأنه بيشتغل كراسة الإجابة اللي بيحل فيها الامتحان، نفس الفكرة ونفس الحجم ومتسطرة بالعرض، فبالتالي هو لما بيدخل الامتحان بيبقى مهيأ إنه يشتغل على الورقة دي، فما بيبقاش عنده مشكلة في رسم الجدول. طبعا هو اكتر حاجة بيلخبطوا فيها جدول التسميم لان عدد خطواته كتير. طبعا انت ممكن ترسمه على صفحتين براحتك، ما فيش مشكلة، ممكن ترسمه بالطول، ترسمه بالعرض،
الموضوع مباح ومتاح ليك تماما. لكن انا وجهة نظري ان احنا لما نتعود طول العام الدراسي او طول الترم الثاني بنشتغل في الكراسة بالوضع ده، فبالتالي لما هدخل الامتحان هيبقى الموضوع مألوف بالنسبة لي ومعتاد، وهقدر ارسم الجدول في وقت قليل وبشكل سليم وخاناته تطلع مظبوطة. طبعا انا هرسم الجدول ده، انا طبعا بفضل وده اللي متاح ليا عشان يديني مساحة مناسبة للرسم، برسمه بعرض الصفحة مش بالطول. طيب خلونا نشوف مع بعض انا بنظمه ازاي وبرسمه ازاي. بص مع بعض كده، دي الصفحة بتاعتي. المفروض ان الجدول بتاعي كام خانة؟ 8 خانات رأسية و11 خانة أفقية. ال11 خانة الأفقيين فيهم خانة لازم تبقى مرنة. مرنة يعني ايه؟ اقدر اكبرها واصغرها براحتي، لكن اللي فوق ثابت، اللي تحت ثابت، اللي في النص هو اللي متغير. برضو في عندي في الخانات الرأسية خانة حرة بتكبر وبتصغر. يعني مش هو ايه حكاية اللي بيكبر وبيصغر دي؟ عندي خطوات الدهان متغيرة، في دهان خطوتين، في دهان أربعة، في دهان ستة، في دهان تمانية. فبالتالي خانة خطوات الدهان بعملها مرنة، تتقسم على 2 ماشي، تتقسم على 4 ماشي، على 6، على 8، ايا كان. بالتالي طالما خطوات الدهان ممكن تتغير، خامات الدهان ممكن تتغير، فبسيب خامات الدهان ممكن تبقى 2، 3، 4، 5، زي ما يكون. طيب خلونا نشوف مع بعض، والتطبيق الواقعي هو اللي ايه اللي هيثبت لنا، او يعني اللي هيورينا احنا بنعمل ايه. انا هاجي في الصفحة من فوق، هاخد خانة ما قيمته سطرين. تاني الصفحة من فوق اهو، حوالي سطرين، يعني لو ده كده واقوم واخد الخط بتاعي كده اهو بعرض الايه الصفحة. الخانة دي ليه انا سايباها تكون تاخد 2؟ يعني بعملها واسعة شوية عشان انا بالفعل هنا هقسم دي 2، فبالتالي باخد خانة من فوق ايه سطرين. هاجي من اسفل الجدول من تحت، هبتدي بقى معايا اعمل ايه، هبتدي اخد 11 خانة. ادي واحد، خلونا ندخل كده جوه الشاشة، ادي خانة. الخانة يا دوبك على قد ايدي اقدر اكتب فيها. شوف انت قدرتك ايه في موضوع الكتابة ده، وعلى قد ايدك خد سطر. ادي 2، ادي 3، ادي 4. ايه الاربعة دول؟ دول نواتج الجدول، دول الاربعة بتوع نواتج الجدول اهو كده، نميزهم عن بعض كده، 4 نواتج الجدول. خلاص بعد كده عندي 5 هاخدهم برضو بطول الجدول كده، يعني زي ما احنا ماشيين كده اهو، 1، 2، 3، 4، 5. يا ميس دول 9 وحضرتك قلت 11، دي الخانة العشرة، دي الخانة ال11. تاني اللي تحت دول ثابت واللي فوق ثابت، طب ليه احنا ما وزعناش دول على المساحة؟ دي لازم اسيبها فاضية بأكبر قدر ممكن عشان دي اللي بنزل فيها خطوات الدهان. تاني انا عندي فوق خدت خانة كام سطر؟ سطرين. تحت خدت كام خانة؟ 9، كل واحدة فيهم ايه؟ سطر واحد. ادي 1، 2، 3، 4، دول نواتج الجدول. وبعدين جوه الجدول 1، 2، 3، 4، 5، دول ثابتين. يبقى الاتنين اللي فوق ثابتين والتسعة اللي تحت ثابتين، متتغيروش في اي جدول. مين اللي بيتغير؟ دي اللي هي الخانة رقم 2 في الافقي. تتغير ليه؟ هفترض دهان جرافيتو، دهان الجرافيتو كام خطوة؟ خطوتين، هقسم دي 2. دهان 3 خطوات، هقسم دي 3. دهان 5 خطوات، هقسم دي 5. يبقى دي بتتقسم حسب عدد خطوات الدهان. تاني حسب عدد ايه؟ خطوات الدهان.
حسب عدد خطوات الدهان. يبقى النهاردة عندي كام خانة أفقي في الصفحة؟ 11 خانة فوق بقيمة سطرين، 9 خانات من تحت. يعني أنا يا ميس لما هاجي أرسم الجدول هقوم موسع دي واخد بعدها 9؟ لا، أنت هتعمل زي ما أنا عملت بالظبط، هتيجي فوق تاخد السطرين وتنزل من تحت على قد ما تقدر. شوف إيدك تقدر تكتب في إيه، على قد ما إيدك تقدر تكتب المسافة اللي تقدر تكتب فيها. يبقى أنا هاخد الخانات اللي فوق وبعدين أجي عند ديل الصفحة تحت وابتدي أعد من تحت كام؟ 9، واسيب دي في النص زي ما تطلع. مش باخد دي واجي في الاخر الاقيها ما كفتش الـ9 واضطر اكمل في الصفحه اللي ورا، لا، انا هبتدي من اسفل الصفحه. يبقى باخد اول خانه فوق وبعدين ابتدي اخد من تحت خانه 2 3 4 5 6 7 8 9. التسعه دول ثابتين والاتنين اللي فوق ثابتين، دي اللي بتتغير، دي بس اللي بتتغير حسب عدد خطوات الدهان. حسب عدد خطوات الدهان، خطوتين 3 10 زي ما يكون. نبتدي بقى الخانات الرأسية، 8 زي جدول المسطحات، 8 خانات. الخانة الأولى لحد الـ9 وقف، تاني الخانة الأولى أو الخانة الأولى بتقف هنا كده، هقوم كاتبة كده ده مسلسل ترقيم، خطوة خطوتين 3 4 5 زي ما يكون. الخانة التانية برضو لحد الـ5 وقف، اسمها خطوات الدهان، تمام. الخانة التالتة برضو هنا وبقف، اسمها الوحدة. الخانة الرابعة بنزل لحد تحت، دي اسمها ايه؟ الكمية. تاني مسلسل خطوات الدهان، الوحدة، الكمية. المسلسل وخطوات الدهان والوحدة بيقفوا عند الـ9 خطوات، مش بينزلوا معايا لحد ايه؟ تحت. لكن خانة الكمية بتنزل معايا لحد ايه؟ لحد تحت. حلو. بعد كده بسيب دي واسعة. طب اعمل ايه؟ اجي هنا في نهاية الجدول اخد خانة الملاحظات، ما تكونش واسعة قوي، يعني مثلا في حدود 3 سطور كده، دي لحد اخر الجدول. بعد كده باخد الجملة وباخد الاجور، تاني بوسع دي واخد 3 في الاخر قد بعض. الـ3 دول بينزلوا لحد نهاية الجدول، الـ3 دول بينزلوا لحد نهاية الجدول. خانة واسعة و3 خانات متوسطين، يعني مش صغيرة زي الوحدة والكمية ومش كبيرة زي خامات الدهان. ايه بقى اللي مختلف عندي؟ ليه عملنا دي سطرين؟ عشان انا هاجي كده بالمسطرة هقسم الخانة التالتة، سوري، الـ5 والـ6 والـ7 بالعرض. تاني تاني معايا، ركز معايا، ده مسلسل خطوات دهان، وحدة، كمية. هبتدي من الأول الخانة رقم 5 و6 و7، هقسم الاتنين اللي فوق. أنا عشان كده عملت دي 2، عشان دي هتتقسم بالعرض. هتتقسم ازاي؟ بالعرض. النص اللي فوق هكتب فيه خامات الدهان وهسيب دي فاضية. ليه هسيب دي فاضية؟ هنا لو دهان بلاستيك هيتكتب هنا خامات دهان البلاستيك، لو دهان كوارتز خامات دهان الكوارتز، لو دهان زيتي خامات الدهان الزيتي. وصلت؟ طب هنا الخامات دي ممكن يبقوا 2 بس، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 10. إذن النهاردة دي بتتغير في التقسيمة الداخلية حسب عدد خطوات الدهان، دي كمان بتتغير حسب عدد خامات الدهان، حسب عدد خامات الدهان. طيب هنا بقى دي مقسومة خامات وبكتب أسماء الخامات، يعني زيت، زنك، نفط، كذا، ده لازم يتكتب هنا. فدي بتتقسم 2، هي نفسها الخانة الرئيسية فوق اللي بره الجدول 2، اللي هي رأسية الجدول، مقسومة 2 بالنص. دي هنا الأجور. الأجور بحددها إزاي؟ عدد أيام وأجر يومي.
يبقى الأجور مقسومة، دي ثابتة، دي بتتغير، الكلام اللي هنا بيتغير لكن هنا ده ما بيتغيرش. الأجور مقسومة لعدد أيام وأجر يومي. بعد كده الجملة يبقى دي مقسومة اتنين، بس بص القسمة بدأت منين؟ القسمة من هنا مش من فوق. يبقى دي خانة متوسطة مقسومة اتنين، ودي خانة بس الأول قسمتها بالعرض، بعد ما قسمتها بالعرض قسمتها ايه؟ بالطول. الأجور مقسومة لعدد أيام وأجر يومي، والجملة مقسومة لقرش وجنيه. تاني، مسلسل خطوات دهان وحدة كمية. خامات الدهان مقسومة اتنين، فوق كلمة خامات الدهان هنا هكتب خامات الدهان، ودي متغيرة حسب نوع الدهان. الأجور دي ثابتة مقسومة عدد أيام وأجر يومي، الجملة ثابتة مقسومة قرش وجنيه، آخر خانة خانة الملاحظات. كل دول ثابتين، الوحيدة اللي ممكن تقسيمتها تتغير هي خامات الدهان. خطوات الدهان أنا عندي مسلسل، نبتدي بقى الخانات الأفقية، خدنا رأسية الجدول، بعد كده هنا ده مسلسل واحد اتنين تلاتة حسب عدد الخطوات. هنا بقى أول حاجة عندي إيه في الجدول؟ جملة كل صنف، اللي بكتبه ده ثوابت. بعد كده بعمل إيه لجملة كل صنف؟ بعمل تقريب، بعد التقريب بقول تمن الوحدة، تمن الكيلو، تمن المتر، تمن الفرخ، بعد كده تمن الكمية، بعد كده حاجة مختلفة خالص اللي هي الأعمال الأخرى. دول الخانات اللي فين؟ اللي جوه الجدول. حلو، بعد كده اللي بره الجدول دول برضو ثابتين، الأربعة دول ثابتين، تكتبهم على اليمين ماشي، تكتبهم على الشمال ماشي، أنا بفضل نكتبهم على اليمين لأن على اليمين أوسع، المسافة بتبقى أوسع. أول خانة بره الجدول جملة التكاليف. التكاليف دي تشمل إيه؟ أجور، خامات، أعمال أخرى. بعد كده بضيف عليهم الضميمة. بعد كده بجمع جملة التكاليف دي زائد الضميمة. بعد كده قيمة المقايسة النهائية أو الإجمالي بتاع المقايسة. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ثابت لا يتغير، كل ده ثابت لا يتغير. طيب جينا نوع دهان، قال لي عندي 4 خطوات وعندي 5 خامات، يبقى هقوم جاية هنا مقسمة دي كام؟ 4، ودي 5 خامات، يبقى هقسم دي كام؟ 5. كده هيبقى الشكل النهائي للجدول، لكن احنا بنسيب الخطوات حسب عدد الخطوات، وبنسيب الخامات حسب عدد الخامات. عايزة بس اقول لك على طريقة سهلة كده في عملية القسمة بتاعت الخامات والخطوات. ببساطة لو عندك اي مساحة اللي هي مساحة الخانة، ركز بس كده معايا، هفترض ان دي مساحة الخانة بتاعت خامات الدهان. حلو، عايزة اقسمها على 3. الاول لو عايزة اقسمها على 2 سهلة خالص، هاجي في النص واخد خط بقت 2، يعني كده قسمناها اهو على 2. حلو، طيب لو عايز اقسمها 4 هقسم 2 وبعدين هقسم دي 2 وهقسم دي 2. طيب لو انا عايز اقسمها على 3، يعني اهي موجودة عندي كده، خلينا نعملها في ورقة جديدة، مساحة عندي كده عايز اقسمها 3، هاجي اعمل ايه؟ هاخد خانة في النص، الارقام الفردية لازم اخد خانة في النص واسيب قدها فوق وقدها تحت. طيب عايز اقسمها اعملها مثلا 6، 6 ده رقم زوجي، هاخد خط في النص، كده يبقى عندي كام؟ 3 فوق و3 تحت، يبقى الاول بقسم التلاتة دول، بقوم عاملة ايه؟ هعتبر ان ده هيتقسم 3، فباخد خانة في النص وقدها فوق وقدها تحت، واخد هنا خانة في النص وقدها فوق وقدها تحت. طيب لو انا عايز اعمل 7 خانات، 7 سواء على فكرة ده بالطول او بالعرض، يعني خلينا اهو نجربها بالطول، نلعب نفس اللعبة بالطول، انا عايز اقسم دي بالطول 7، 7 ده رقم زوجي ولا رقم فردي؟ فردي، فردي يبقى في النص خانة، زوجي يبقى في النص خط تاني،
بص هم كانتين اهم جنب بعض، دي عايزة اقسمها 8 ودي عايزة اقسمها 7. التمانية رقم زوجي يبقى هاخد خط في النص، السبعة رقم فردي هاخد خانة في النص. تاني زوجي فردي، عايزة ليه يا ميس اللي بتحكيه لنا ده؟ عشان لما اجي عندي خانة خامات الدهان ومحتاجة اقسمها 9، فابقى فاهمة، ما اجيش اعمل واحدة واسعة وواحدة ضيقة وابقى وشكلي ملخبط، او اجي اعمل 6 خانات والاقي خانة خلصت مني. لا، انت لازم تخطط، مادة اسمها دي مادة تخطيط، لازم تخطط قبل ما تبدأ. الحتة اللي عندي دي مهما كان حجمها انا اقدر اقسمها لاي عدد انا عايزه، بس اقسمها بشكل منهجي ومفهوم، اقسمها بالتخطيط بعقل. انا هنا عايزة دي 8، هي دي اصغر من دي مش مشكلة، لكن انا عايزة كام؟ 8. 8 يعني هاخد خط النص، يبقى دي كام؟ دي 4 ودي 4، صح؟ 4 يبقى هقسم دي الاول 2 وهقسم دي كمان 2، كده بقى 4، عايزاهم 8، هقسم كل واحدة من دول 2. دي كده الأرقام الزوجية. طيب الرقم الفردي باخد خانة في النص، خانة في النص، يبقى الزوجي خط في النص، الفردي خانة في النص. طيب أنا عندي هنا دول كام؟ 7، صح؟ رقم فردي خدت خانة في النص، عندي كام يمين بقى الباقيين؟ مش دي خانة من الـ7، يتبقى 6، يبقى 3 يمين وتلاتة ايه؟ شمال. حلو، هاجي ابص كده التلاتة دول، التلاتة دي رقم زوجي ولا فردي؟ تاني؟ اه تاني. هتقسم المساحة دي كأنها مساحة جديدة، هي مش معاك مساحة، عايز تقسمها على كام؟ على 3. التلاتة رقم فردي، يبقى هاخد خانة في النص واتنين في الجنبين. بص الشكل بقى عامل ازاي؟ قد بعض، شكلهم جميل منتظم. نفس الحكاية، الحتة دي هتبقى كام؟ 3، هاخد خانة في النص واتنين على الجنبين. طب لو كانوا 9 مثلا، 9 خانات، 9 يعني رقم ايه؟ فردي، اقوم واخده خانة في النص، في الحالة دي هتبقى عندي 4 في اليمين و4 في الشمال. الـ4 رقم زوجي، يبقى خط في النص واقسم دي واقسم دي، وهنا خط في النص واقسم دي واقسم دي. وصلتكم كده الفكرة؟ يبقى النهاردة عملية التقسيم، معلش هو احنا برضو طبعا الحاجات دي بنقولها عشان اول مرة، فيعني هي ممكن تكون تفاصيل صغيرة، لكن انت راجل مؤهل انك تكون مساعد مهندس، وممكن ان شاء الله تستكمل دراستك العليا وتبقى مهندس. انا عايزاك ان شاء الله تكون دايما تتعامل من هذا المنطلق، انت راجل دقيق، راجل بتدرس رسم هندسي، راجل بتقدر تكون قادر. طبعا على فكرة الرجالة هنا المقصود بيها الرجولة كصفة وليس كنوع، يعني لأن طبعا احنا عندنا شباب الزخرفة بنات وولاد كلهم رجالة وجدعان ويعتمد عليهم. فأنا بقول لكم إن شاء الله بإذن الله المفترض إن أنت راجل تعمل كل حاجة بتعملها مهما كانت تفاصيلها دقيقة بشكل دقيق وهندسي وسليم، لأن هي دي مهنتك اللي بتعتمد على الدقة وعلى المهارة. نيجي بقى نشوف هنحل الجدول بتاعنا ازاي. يبقى احنا كده طبعا الحلقة الاولى فقط اللي هنشرح فيها رسم الجدول، بعد كده خلاص هنكون عارفين بنرسمه ازاي. ادي رسمة الجدول بتاعتي، هبتدي اشوف هحل ازاي. اول حاجة هحلها ايه؟ عايزاكم تتابعوا معايا الجزء اللي هنحله، هنعمله باللون الاحمر. يبقى انا النهاردة ايه اللي هبتدي بيه في الحل؟ يبقى خلاص انا رسمت الجدول، كتبت بيانات الجدول، زي ما انتوا شايفين انا سايب مكان الخطوات مفتوح وسايب مكان الخامات مفتوح. يبقى خطوات الدهان مفتوحة، خامات الدهان مفتوحة، حسب نوع الدهان اللي أنا هشتغله. هبص كده أول 3 خطوات بيقابلوني، مسلسل خطوات الدهان الوحدة. هرجع لمين؟ لمعطيات المقايسة. خانة المسلسل وخطوات الدهان والوحدة موجود زيهم بالظبط في جدول المعدلات. بص، مسلسل وخطوات دهان ووحدة، ليه خدناهم الثلاثة مرة واحدة؟ لأن ببساطة شديدة انت هتنقل نقل دقيق للي موجود هنا هتحطه هناك، مش هتعمل أي حاجة من عندك، هتنقل من هنا لجدول الحل بتاعك. بنقل من ورقة الأسئلة، دي ورقة الأسئلة، هتنقل لي الثلاثة دول من ورقة الأسئلة، دي ورقة الإجابة. المسلسل وخطوات الدهان والوحدة
بتنقل من جدول المعدلات زي ما هي، هرجع كده الاقي ايه، كم خطوة عندي؟ 4. يبقى خطوات الدهان هتتقسم 4، مسلسل خطوات دهان وحدة هيتنقلوا زي ما هما. هبص كده ادي المسلسل، ادي خطوات الدهان، ادي الوحدة، قسمت خطوات الدهان على 4، 1 2 3 4. الـ4 دول مش هما الـ5 دول، دول زيادة عليهم، دي الخانة اللي كانت تاني واحدة في الأفق. هنا قسمتها 4 ليه؟ لأن الدهان ده 4 خطوات، لو كان 2 كنت قسمتها 2، لو دهان 6 خطوات هقسمها 6. هنا هعمل ايه؟ هنقل دول من الجدول، مسلسل خطوات دهان الوحدة. ننتقل لمين؟ الكمية. الكمية أول وأهم خطوة عندي لها قانون. يبقى دول أنا ما تعبتش في حاجة، أنا عملت إيه؟ أنا نقلتهم من الجدول. يبقى أول 3 خانات مسلسل خطوات دهان وحدة بتتنقل من جدول المعدلات اللي في ورقة الأسئلة أو في المقايسة اللي في الكتاب. الكمية لها قانون، قانونها إيه بقى؟ بقسم المساحة اللي هو مديهاني في المقايسة على متوسط فرد الكيلو اللي هو برضه مديهوني في المقايسة. طيب المساحة احنا عارفينها كام؟ 300. متوسط فرد الكيلو هنا، ايوه برافو عليكم، بيختلف من خطوة لخطوة. نبتدي في الخطوة الأولى، متوسط فرد الكيلو كام؟ 4. القانون بيقول لي الكمية بتساوي المساحة على متوسط فرد الكيلو، يعني 300 على 4 يديني 75 كيلو. يبقى إذا أنا النهاردة الوش البلاستيك ده بيفرض 4 متر، يبقى كل 4 متر عايزة لهم كيلو، 300 على 4 يبقى أنا محتاجة لل300 متر 75 كيلو، كل 4 متر كيلو، المساحة على متوسط فرد الكيلو. البطانة قبل ما ننتقل نرجع تاني الخطوة اللي بعدها، البطانة كام؟ 2. يبقى هقسم الـ300 على الـ2 فيها 150 كيلو. لما يجي هنا يقول لي 1 300 على 1 هتطلع ايه؟ 300. يعني اذا متوسط فرد الكيلو متغير لكن المساحة لا تتغير. يبقى هنا الـ300 على الـ4، 300 على الـ2، 300 على الـ1، 300 على الـ6. بص كده في الخطوة، المساحة على متوسط فرد الكيلو، 300 على الـ6 اداني 75، 300 على الـ2 هنا في الكوارتز تقيل، كل 2 متر بكيلو، فبالتالي ال 300 كيلو عايزين 300 متر عايزين 150 كيلو، النهائي كوارتز كل متر كيلو، يبقى ال 300 متر محتاجين 300 كيلو. الوجه البولش المتر الكيلو بيفرض 6 متر، الكيلو بيفرض 6 متر، 300 على الـ6 يبقى انا محتاجه لل 350 كيلو. يبقى انا بحل بمشي كده مسلسل خطوات دهان الوحدة الكمية. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ خامات الدهان. بجيب خامات الدهان منين؟ من رأس المقايسة، من المعطيات. خانة خامات الدهان بنقل الخامات من المقايسة مع ملاحظة ايه بقى؟ بدون تكرار والمية ما بتتحسبش. طب معلش بقى نقف عند النقطة دي ثانية. انا هنا عندي بلاستيك، كوارتز، كوارتز، بلاستيك، بلاستيك، وهكذا. حلو جدا. انا النهارده بقول الملحوظه المهمه، بدون ميه، الميه ولون تعتبر ميه نسريات، ميه نسريات، وبدون تكرار. مش ده كوارتز وده كوارتز؟ ليه بدون ميه وبدون تكرار؟ الكشف ده، الكشف ده كشف تسميني، كشف حصر تكاليف، فبالتالي انا بحط في الجدول الحاجه اللي هشتريها بالفلوس. طب ما انا الكوارتز المرتين ده هشتريه بالفلوس، تمام، لكن هل انت هتروح للمحل تقول له لو سمحت اديني كوارتز للوجه الاول واديني كوارتز للوجه الثاني؟ لكن انا هطلع كميتين، انا محتاج مثلا 20 كيلو للوجه الاول ومحتاج 20 كيلو للوش الثاني. حلو، يبقى انا هروح اشتري ايه؟ 40. يبقى لكن انا عندي صنف ايه؟ واحد. تاني، خلينا احنا النهارده مثلا انت وزمايلك عايزين تشتروا اكل، جه عندك انتوا 10، لكن انتوا في الاخر طلبتوا ده طلب وده طلب وده طلب، طلبتوا 3 اصناف فقط لا غير. لما هتروح عند المحل تشتري هتقول له لو سمحت انا عايز لفلان والعلان وعايز
سندوتش لمحمد وسندوتش لهالة وسندوتش، لا طبعا مش هقول كده، لكن هقول ايه كل صنف محتاج منه قد ايه. نفس الكلام هنا في خامات الدهان، انا مثلا محتاج كوارتز للوش الاولاني ومحتاج كوارتز تاني للوش التاني، هنا هما كام كمية؟ كميتين، لكن كام صنف؟ صنف واحد. فانا في خامات الدهان بكتب الاصناف اللي هشتريها، فبالتالي ما بكررش اي صنف. الصنف بيتكتب مرة واحدة فقط، وكمان المية ما بتتكتبش. ليه المية ما بتتكتبش؟ لانه ليس صنف من ضمن الاصناف المشترى، هو صنف ولكن ما بشتريهوش، فبالتالي ما بحطوش في الكشف التسميمي. يبقى انا عندي بكتب الاصناف اللي انا هشتريها مرة واحدة، ما بكررش لاني هشتري الصنف صنف واحد حتى لو في منه 10 كميات، وما بكتبش المية لان المية صنف لا يتم شراؤه ولكن بتحمل على العملية. نرجع لخامات الدهان، قدامي احتمالين. ليه ما خدتهاش من هنا؟ لان دي بطانة، انا مش هروح اشتري بطانة، انا هشتري مكونات البطانة. فانا عندي طريقتين، ياخد الخامات من هنا بدون تكرار وبدون مية، ياخد من اسعار الخامات. بص كده، هو جاب لي الخامات بدون تكرار وبدون مية، يبقى الاسهل اخدها من اسعار الخامات. يبقى انا ايه الاصناف اللي هشتريها؟ ايه الاصناف اللي مديني تمنها هي الاصناف اللي هشتريها؟ ده موجود فين؟ في معطيات المقايسة. وبرضو لو عدناهم من الجدول، بلاستيك المية ما بتتحسبش، كوارتز المية ما بتتحسبش، كوارتز متكرر، بولش يبقى كده كام صنف؟ 3. وهو في الاسعار كام صنف؟ 3. خدتهم من هنا صح، خدتهم من هنا صح، لكن الاصح ان انا اخدهم من الجدول، ولكن طبعا صحيح ان انا اخدهم من اسعار الخامات. كده اكتشفت ان انا عندي هنا في الخطوه دي كام خامه؟ 3. هل ممكن دي كانت تتقسم اكتر؟ طبعا لو كان في خامات اكتر. بص كده، النص اللي كنا سايبينه فاضي، معلش انا هرجعك تاني للجدول عشان تفتكر احنا جبنا المكان ده منين. اهو المكان ده اللي كان فاضي، طلع عندي كام خامة؟ طلع عندي 3. فبالتالي انا هقوم عامل ايه؟ هقسم دي على 3، بلاستيك كوارتز بولش. فبالتالي هقوم كاتب الخامات بتاعتي، البلاستيك والكوارتز والبولش. اول حاجة هتقابلني بعد كده الوجه البلاستيك. الوجه البلاستيك عندي كمية قد ايه؟ 75 كيلو. ال75 دول مش فيهم بلاستيك ومية، يبقى انا هشتري ايه؟ هشتري البلاستيك فقط. هبتدي ابص على البلاستيك. طيب خلونا ان شاء الله باذن الله، علشان انا خايفة ان احنا نبتدي في الجدول وما نلحقش نكمله فيبقى عندنا توقف في نص الجدول. خلونا نرجع تاني ليه احنا عملنا ايه من اول ما بدأنا، علشان ان شاء الله المرة الجاية اشرح لكم الجدول من البداية. انا عندي هنا خامات الدهان بتاعتي، قبلها جبت ايه؟ جبت الكمية، وبعد كده عندي المسلسل وخطوات الدهان والوحدة. يبقى من البداية خالص رسمنا الجدول بتاعنا فاضي، شرحنا خطواته وطريقة رسمه، شرحنا البيانات بتاعته، مسلسل، خطوات دهان، الوحدة، الكمية، خامات الدهان مقسومة 2، أجور عمال مقسومة عدد أيام وأجر يومي، الجملة مقسومة قرش وجنيه، والملاحظات جملة خامات كل صنف، التقريب، تمن الوحدة، تمن الكمية، الأعمال الأخرى. طبعا الحاجات دي كلها ثابتة بره الجدول أو نواتج الجدول، برضو 4 حاجات ثابتين، جملة الأجور والخامات والأعمال الأخرى، الضميمة أو الأرباح والنسريات، جملة التكاليف والضميمة، قيمة البند الإجمالية، ودي بتكون تقريب لأقرب جنيه. هنا جملة أو التقريب في تمن في كمية الخامات بيكون لأقرب ربع، التقريب في عدد الأيام بيكون لأقرب نص، في النهاية خالص بجيب تكلفة المتر الواحد، وهي تكلفة إجمالية بقسمها على عدد الأمتار فبتدي الواحد. يعني في الآخر خالص بيجي العميل بتاعي يقول لي لو أنا مش عايزة أبدأ في الجدول ونحل خطوة أو اتنين وبعد كده يحصل عندنا تركيزنا ينفصل، فخلينا إن شاء الله الحلقة القادمة هنحل الجدول كامل من الخطوة الأولى لحد ما نطلع الناتج النهائي. لكن خليكم تفتكروا بعد ما بنطلع الناتج النهائي بنعمل إيه؟
هيجي مثلا انا قلت للعميل بتاعي ال 300 متر دول هيكلفوك مثلا 9000 جنيه، فبالتالي هيقول لي كده المتر بكام، هقسم ال 9000 جنيه على ال 300 يبقى المتر بتاعي ب 30 جنيه، يبقى انا النهارده قلت له تكلفة المتر كذا، اقدر احدد دي اخر خطوة في الجدول وهي تكلفة المتر الواحد، ودي بعتبرها زيادة بيعملوها الطلاب الشاطرين الا اذا هو طلبها منك في المقايسة، لو ما طلبهاش ممكن ما تعملهاش، لكن انا افضل طبعا ان احنا نعملها، وطبعا اللي بيجتهد اكتر بيجيب درجات اكتر، ودي مادة من المواد اللي ممكن نجيب فيها طبعا الدرجة النهائية ان شاء الله، وده اللي انا بتمناه، اجتهدوا لان لكل مجتهد نصيب، واجتهادنا وطموحنا هو سر نجاحنا، دمتم متفوقين، اترككم في رعاية الله.